صداقة فاختلاف ثم تمرد انتهى بوفاة مأساوية. خط رسم علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصديقه الأسبق وعدوه مؤخرا يفغيني بريغوجين، مما جعل أصابع الاتهام في العالم توجه إلى سيد الكرملين كونه قاتل قائد مجموعة فاغنر. وفي خطوة مفاجئة كسر بوتين حالة الصمت هذه بتعازيه أسرة بريغوجين، واصفا إياه بالموهوب والذي عرفه منذ مطلع التسعينيات، وقال إنه كان رجلاً ذا مصير معقد وارتكب أخطاء جسيمة في حياته لكنه حقق النتائج المرجوة. كما اعتبر بوتين أن ضحايا تحطم الطائرة قدموا مساهمة كبيرة في جهود مجموعة فاغنر والقوات الروسية في أوكرانيا. وكشف بوتين عن إبلاغ رئيس لجنة التحقيق له عن بدء التحقيق في تحطم الطائرة التي كان على متنها بريغوجين، وتعهد باستكماله حتى النهاية. ويعتبر كلام بوتين أول تأكيد رسمي روسي لمقتل بريغوجين وزملائه من أعضاء فاغنر الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.